تعرف يا عصام ان انا رحت قصر السكاكيني النهارده؟ بيقولك اللي بيروحوا بيتلبس. اوعى تكون اتلبست. لا يا عم اتلبست ايه، ما طلع كلام فارغ. قال ايه يا سيدي؟ بيقولك ان اللي بيروح هناك بيلاقي في نفس اليوم عفريت متشكل على شكل واحد صاحبه. لا وقعد معاه كمان بيتكلم، قال يعني صاحبه مش هيعرف. انت متاكد انه كلام فارغ؟ اصل انا بخاف يا ابني. متاكد؟ بقولك كنت هناك. لا انا بس بتاكد يعني انا زيك بس بتاكد. المهم انك متاكد. بس انا كنت عايز اقولك حاجه مهمه. طب استنى بس ارد على اللي بيكلمني. ايه ده انت اللي بتتكلم يا عصام؟ الو. ايوه عصام انا قاعد معاك دلوقتي اهو. ايه ده ازاي ده؟ انت فين يا عصام؟ في الشيراتون؟ شيراتون ايه يا عصام؟ امال مين اللي انا قاعد معاه ده يا عصام؟ يا عصام انا حاول اصور لكم بقى من جوه، ولو حد جه يكلمني قال لي ممنوع. اهلا بيكو، انا احمد يسري، والنهارده فيديو جديد. وفيديو النهارده مختلف تماما عن قبل كده. بس قبل ما اقول لكم المفاجاه، عايزكم طبعا تكونوا عاملين لايك ومشتركين في القناه طبعا، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. ويلا بقى نبدا الفيديو. النهارده الفيديو مختلف جدا، لاني هكلمكم عن قصر موجود في مصر. القصر ده بيقول عنه كلام مرعب جدا، اللي هو قصر مسكون. ومش بس كده، انا هاخدكم نروح القصر ده بنفسنا واصور لكم هناك قدام القصر، ونشوف اذا كان مسكون ولا ده اي كلام. بس طبعا لازم تتاكد ان انت عامل لايك. تعال بقى اكلمكم عن القصر ده الاول، وبعدين ناخد جوله هناك. القصر ده هو قصر السكاكيني، موجود في ميدان السكاكيني على اسم القصر، في منطقة الظاهر بالقاهرة. والكلام ده كله طبعا في مصر، مش محتاج اتكلم. لكن القصر ده شكله جميل جدا، ضخم جدا كمان، شكله عبارة عن تحفة فنية مليء بالتماثيل والزخارف في كل حتة. والكلام ده كله بيعود للعصور الرومانية واليونانية، مبني من تقريبا 125 سنة، يعني اكتر من قرن. انت متخيل؟ يعني ممكن يكون جد جدك كان حاضر القصر ده وشافه بنفسه. تعالوا نعرف بداية قصته ومين هو صاحبه. القصر ده قصته بدأت سنة 1856، لما وصل مصر شاب سوري الاصل اسمه جبرائيل حبيب السكاكيني، وعشان كده اسم القصر ده السكاكيني على اسمه طبعا. الولد ده اتولد سنة 1841، يعني جه مصر وهو عنده 15 سنة، وكان ملقب باسم السكاكيني. وساعتها بقى اتولى وظيفة في قناة السويس في مصر، لكنه ساعتها بقى لفت نظر الخديوي اسماعيل اللي كان حاكم مصر ساعتها. اكيد مش هكلمكم عنه لانكم طبعا سمعتوا عنه لما تريتوا في المدرسه، وانا مش هكلمكم عنه. تعالوا نكمل. الشاب ده ساعتها لفت نظر الخديوي اسماعيل لما لقى حل لازمه الفيران، لانك لو ما تعرفش الفيران ساعتها كانت منتشره بشكل رهيب، وكانت بتنقل امراض واوبئه، وكان لازم يتخلصوا منها. لكن مين اللي خلصهم منها؟ هو حبيب السكاكيني. ولو عايزين تعرفوا خلصهم منها ازاي، انا هقول لكم. كان الحل بتاعه بسيط جدا، جاب قطط من بره بكميه كبيره جدا ونشرها في الشوارع، وساعتها القطط دي هي اللي اتخلصت من الفيران بمنتهى البساطه. بصراحه كانت فكره ذكيه، لكن يمكن من بعدها القطط كترت شويه. ومن ساعتها الخديوي اسماعيل اعتمد عليه جدا اعتماد اساسي. لو انتوا تعرفوا الاوبرا في مصر، فحب اقول لكم ان حبيب السكاكيني ساعد في بناء الاوبرا لحد ما بقى من كبار المقاولين. وجي وقت قصر السكاكيني سنة 1897، اتبنى في مكان كان عبارة عن بركة، وبعد ردمها طبعا بدأ بناء القصر. خلي بالكم انتوا هتشوفوه دلوقتي على الطبيعة، بس تعالوا نعرف حجمه الأول. القصر ده مساحته تقريبا حوالي 2700 متر. انت متخيل يعني ايه؟ متوسط حجم الشقة العادية حوالي 100 متر. القصر ده بقى قديها حوالي 27 مرة، متخيل ازاي؟ مبني على الطراز الإيطالي، مكون من 5 طوابق، مجموع الأوض اللي فيه حوالي 50 أوضة، فيهم تقريبا 400 شباك، وحوالي 300 تمثال. زي ما قلت لكم القصر مليء بالتماثيل، منهم تمثال لحبيب السكاكيني شخصيا، ده غير بقى تماثيل تانية لسيدات وأطفال. لكن القصر ده ناس قالت إن هو مسكون، هل الكلام ده حقيقي؟ يلا نشوف. ويلا بينا نروح القصر دلوقتي. جاهزين؟ يلا بينا. انا جيت قدام القصر اهو، هاخدكوا لفه بقى حواليه عشان ايه، حاولت ادخل ما عرفتش. القصر ده مساحته ضخمه جدا، تقريبا 2700 متر، واتبنى من حوالي 125 سنه. صاحبه اسمه حبيب السكاكيني، وهو اصلا سوري مش مصري. لكن القصر ده لحد دلوقتي موجود. طبعا شكله ما كانش كده خالص. تعالوا بقى احاول اخدكم لفه حواليه كده عشان مش هينفع ندخل. هات بقى الموبايل انت. شكله حلو جدا بصراحة، ما كنتش متخيله كده خالص. انا مش عارف انتوا شايفينه اصلا ولا ايه. حاول اصوره لكم بشكل اوضح شوية من الكاميرا اللي ورا. والمكان بصراحة شكله ضلمة جوه ومرعب. كان نفسي اخدكم لفة جوه بس ممنوع للأسف، فايه نقلب بس الموبايل عشان نشوفه كويس. انا حاول اصوره لكم بقى من جوه، ولو حد جه يكلمني قال لي ممنوع تصور هطلع اجري، ماليش دعوة.
بس القصر ده بيتقال عنه كلام مرعب جدا، ان فيه بقى عفاريت وكده ومنهم بقى قصة عجيبة جدا ان بنت صاحب القصر واللي ماتت من سنين اساسا بتطلع في الشرفة بتاعته وتتمشى كمان. فاحنا قاعدين النهاردة بقى عشان نتفرج نشوف الكلام اللي بيحصل. انا عارف انه مش هيحصل حاجة بس قاعدين قاعدين، لو حصل يبقى الكلام ده صح، ولو ما حصلش يبقى مفيش الكلام ده. بس ده القصر من جوه لو انت شايفينه. على فكرة القصر ده حصل فيه حريقة في الأوضة بتاعت الحارس في البدروم بتاع القصر. وقبل ما تقولي ان الحريقة بسبب عفاريت، لا هي كانت بسبب ماس كهربائي حصل جوه. طبعا ناس كتير قالت انها بسبب عفاريت وكده انت تخيل انت ماشي جنب القصر فلقيته بيولع. ايه ده، ثانية واحدة كده، انت سامعين اللي انا سامعه؟ لا في صوت حاجة فعلا، او مفيش حاجة بصراحة انا بهزر. على فكرة القصر ده اتسرق كتير جدا، كان بيتسرق منه تماثيل والعفش اللي جوه تقريبا ما سابوش في حاجة، لان زمان اصلا كان اي حد ممكن يخش كده، حرامية تدخل كان ممكن ناس تخش تشم كله جوه. هقول لكم ايه شكل، مفيش عفاريت هنا، احنا هنمشي نبص في حته تانية. تعالوا نشوف كده القصر من هناك، شايفين حاجه جوه هنا؟ دي قطه دي ولا ايه؟ شكل القصر حلو جدا، انا مش عايز امشي والله. بصوا شكله في الضلمه احسن من الصبح، انا جيت مره الصبح اصلا ما كانش شكله كده خالص، يعني هو شكله بالليل احسن وهو مرعب، بحب اجواء الرعب دي. طبعا لو في حد بيخاف مش هيهوب من هنا بالليل، الساعة 2 بالليل انتم متخيلين، زمانها بقت 2 وي كمان. اهي بصوا، او في عفريت باصص لي اهو هناك اهو، حد شايفه؟ طبعا يا جماعة انا بهزر عشان ما حدش يقول احمد قال حاجات مش شايف حاجة. طبعا لا بس شكله بجد تحفة، اعتقد ان كده مفيش حاجة فاحنا هنضطر نمشي. والله انا مش عايز امشي بس احنا هنمشي، لو في بقى عفريت جوه تبقى تبعت لي رسائل على واتساب. تعالوا بقول لكم ليه الناس بتقول عليه مسكون في باقي الفيديو، ويلا نرجع. انتوا كده شفتوا القصر على الطبيعه، بس احب اقول لكم على حاجه، ان القصر ده ما كانش شكله كده خالص. طبعا بعيد عن ان الصوره كانت سيئه جدا، بس للاسف ما كانش فيه اضاءه خالص وما عرفتش اجيب اضاءه معايا. المهم القصر ده زمان كان شكله مختلف تماما، لكن للاسف بسبب الاهمال ومع مرور الزمن وصل شكله كده. بس خلي بالكم ان القصر ده المفروض هيبدا ترميمه، وهم بداوا في كده على فكره، لان من كام سنه عدت كان القصر اسوأ من كده بكتير، لكن دلوقتي زي ما انتوا شفتوا شكله اتحسن كتير. بس احب اقول لكم ان القصر ده اتعرض للسرقه كتير جدا، حاجات كتير من جوه اتسرقت زي التماثيل، اتسرق منه تماثيل مهمه جدا ومنهم تمثال اسمه ملاك، ده غير التماثيل اللي كانت بتختفي في ظروف غامضه ما يعرفوش اتسرقت امتى او اختفت ازاي من جوه. من اشهر الاحداث اللي حصلت في القصر حريق كبير حصل في غرفة الحارس، والحريق ده ما تقلقش كان سببه ماس كهربائي، لكن لحسن الحظ الحريق ده ما أثرش على القصر. بعد ما تم تطفئته والسيطرة عليه كان في أضرار بسيطة زي أضرار في السقف الخشبي بتاع غرفة الحارس، بس يمكن الحريق اللي حصل ده هو اللي زود الكلام عن القصر ان هو مكان مسكون. ما انت تخيل ان القصر فجأة لقيته بيولع وانت متعرفش السبب، مش كنت هتقول ان هو مسكون؟ الفترة دي انتشر فيها قصص كتير جدا، ناس بتقول انها بتسمع اصوات منه جاية بالليل زي كل قصص افلام الرعب، ناس بتقول ان القصر كان بينور فجأة انوار تقفل وتطفي وهم عارفين ان مفيش حد جوه اصلا. واشهر قصة بتتقال ان بنت صاحب القصر بيشوفوها واقفة في الشرفة وكمان بتتجول بين الغرف. طبعا بنت صاحب القصر ماتت من زمان، ده غير اللي بيقولك ان القصر بيتحرك حوالين نفسه معرفش ازاي بصراحة. في ناس بتقول ان مع هدوء الليل لما يكون مفيش حد ماشي جنب القصر بيبدأوا يسمعوا اصوات جاية من جوه زي اصوات بكاء مثلا، بس الفكرة ان نادر جدا ان القصص دي بتكون حقيقة، وحتى لو كانت القصة حصلت بالفعل برضو مش شرط ان هي تكون حقيقية. انا فاهمكم قصدي، ممكن فعلا يكون كان حد ماشي جنب القصر ده بالليل وسمع صوت جاي من جوه وساعتها طبعا اترعب وطلع يجري، لكن ممكن جدا الصوت ده يكون صوت حرامي مثلا كان بيسرق حاجة من جوه زي ما قلت لكم من شوية، او مثلا مش شرط انه يكون بيسرق، ممكن يكون شلة شباب فكروا ان هم يدخلوا جوه القصر ده ويقعدوا جواه، وطبعا لو حد كان ماشي جنبه وسمع صوتهم هيتسرع وهيطلع يجري، وبرضه هيقول ان القصر مسكون وهيحلف
انه سمع صوت حد جوه، والحقيقه ان كان في حد جوه فعلا، لكنه ما كانش عفريت، كان بني ادم زيه بالظبط. من الاخر كده، لو انت رايح خايف اكيد اي حاجه هتحصل هتخوفك وهترعبك كمان. القصص عن القصر ده قعدت تتنقل من اجيال لاجيال، لكنك لو وقفت اي واحد منهم وسالته سؤال واحد، هو ايه اصل القصه دي؟ اراهنك ان محدش فيهم هيعرف يجاوب، لان محدش يعرف اصل القصص اللي بتتقال دي ايه او جايه منين مثلا. الفكره بس ان القصر ده بقى مكان مهجور جدا، وللاسف ما كانش عليه اهتمام خالص لحد ما شكله بقى مخيف بصراحه. انا نفسي كنت هناك وبقول لكم شكله مخيف، فبسبب منظره المهجور ده الناس بقت تخاف منه، وطبيعي لو حد ماشي جنبه بالليل هيبقى خايف جدا. تخيل بقى زي ما قلت لكم من شويه، وانت ماشي جنب مكان مهجور ومتاكد تماما ان ما فيهوش اي حد، وتسمع صوت حد جوه، ساعتها كنت هتعمل ايه؟ مش مستني اجابتك لان انا عارفها، لكن انت دلوقتي ممكن تروح تشوف القصر، واعتقد ان شكله هيعجبك جدا، بس هو بصراحه في مكان مزدحم شويه. وانا بقى بقول لكم روحوا شوفوه بنفسيكم وتاكدوا، بس قبل ما تشوفوه طبعا اعملوا لايك على الفيديو ده، واشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. اشوفكم بقى الفيديو الجاي.